البيع والشراء في الشوارع هي حرفة ديال مجموعة من الناس اللي كتعول عليها باش تصرف على راسها وعلى عائلتها. كان راجل يخدم فيها قبل المرض طلع قعد لي بالدار مشلول وذات وجلطة في مخه وعطت على بده الكل. خرجت أنا نخدم على أولادي بس ما نقعد جيعانة. والله عندي أربعة في العيلة والمرأة خمسة وأنا ستة، تشكيلة ستة. عامل اكتفاء ذاتي إلى محالة وربي أنا عمتها في زد والحمد لله، والشكوى اللي غير له مذلة تقدم مع عالمي. باش تكون بيع وشراي في زنقة خاصك أولا تكون فنان مبدع ومقنع، يعني في كلمة واحدة خاصك تكون قافز. الخدمة عمرها ما كانت عيب كيف ما كانت مدام ربح ديالها حلال. والجواب صحيح، أهلا وسهلا. ومثلا كيما باش ندخلوا في التشكيلة هذين من اقتباس، يعني كتبت عليه أكسيون، هذين نحطوا نهار آخر في الصندوق يجلب الانتباه ويجلب لي كليونات زاد. الخدمة راهي تحب لها التكتيك، لازم الإنسان يبدع، وهذا كله علاش؟ من أجل لقمة العيش. سبب يعني مسيح. ونزيدك كاين شي ناس وصلوا للعالمية غير بالبيع والشراء في الزنقة. علي بازي أكسيون سبب يعني سي بون سي تري جولي وكونت شعبية مش في تونس بركة، حتى خارج تونس توا تبارك الله الأقمار الصناعية والإنترنت والتوبنات. يا وليدي الأمور ماشية والحمد لله، شكون ما يعرفش الأكسيون؟ تونس كاملة تعرف الأكسيون راه والحمد لله. علاش؟ على خاطر نعملوا مكة احترام أكسيون راندمون. ها هو يا وليدي والفضل لله.